السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السابع، معانا يونت 2 ليسون 5 في الدرس الخامس. برايد ان ناشوناليتيز، الفخر بالجنسيات، بيج 13 صفحة 13. طبعا يا ولاد، هنا بيقول لي فوكابيولاري، وير ار يو فروم، الكلمات من اين تكون انت. Match the names of countries with the numbers on the map. وصل أسماء البلاد بالأرقام على الخريطة. Can you name the nationalities? هل تستطيع أن تسمي الجنسيات؟ Choose four. اختار أربعة ونكتبهم هنا. India طبعا الهند، اللي India مكان الهند موجود هنا في number three. يعني انا عندي الهند ادي نمبر ايه يا ولاد؟ 3. دي كده الهند، دي كده الهند موجودة فين؟ مكانها هنا. الهند مكانها هنا، دي انديا، دي انديا ونمبر 3 الهند. تشاينا، الصين يا ولاد مكانها فين؟ تعالوا نشوف الصين. الصين مكانها هنا، هنا الصين في نمبر 1. نمبر 1 هتبقى ايه؟ تشاينا، الصين، مكان الصين على الخريطة اهي. بعد كده ذا يو اس اي، الولايات المتحدة الأمريكية، فين مكانها على الخريطة؟ مكان الولايات المتحدة الأمريكية اهي، نمبر 11، رقم 11. دي ذا يو اس اي، الولايات المتحدة الأمريكية. هنا هنكتب اما ذا يو اس اي او نكتب الرقم ده فوق، يعني نكتب 11 هنا فوق، ماشي، رقم على الخريطة. بعد كده البرازيل، البرازيل، البرازيل مكانها هنا نمبر 4، رقم 4 على الخريطة، دي البرازيل. بعد كده لبنان، لبنان، لبنان مكانها هنا في الجزء ده، الجزء رقم 7. الجزء رقم 7 دوت لبنان هنا مكانها، شايفين؟ هو مش هنا، لا ده هنا، انا مكان حطيت لبنان عند رقم 7، 7 بيصير فين؟ هنا. طيب روسيا، روسيا فين موجودة مكانها؟ روسيا اهي يا عم، موجودة روسيا، روسيا موجودة فين؟ هنا نمبر 5، روسيا مكانها هنا. سبين، اسبانيا، اسبانيا موجودة فين؟ هنا رقم 6، خلاص مكان اسبانيا هنا في الجزء الصغير ده. بعد كده اليابان، اليابان مكان اليابان، اليابان هنا في الحتة الصغيرة دي، اليابان. ايجيبت، مصر طبعا موجودة هنا، موجودة هنا مصر، فين مكانها؟ مش هنا، لا هنا في الحتة الزرقاء دي. الكويت طبعا انتوا حافظين علامة الكويت اهي، نمبر 10. بعد كده استراليا، استراليا هي، استراليا هي دي، استراليا نمبر 5. بعد كده فرنسا، فرانس، فرنسا ايه نمبر 2، خلاص. اما الاستراليا فين؟ اما روسيا، روسيا فين؟ روسيا هنا اهي، روسيا. خلاص يا ولاد، بعد كده خد تشاينا يعني الصين. طب الصين يعني ايه؟ شال الاي، حط مكانها اي اس اي، بقت تشاينيز، صيني. طب هناخد حاجة تانية، هند، انديا، الهند، انديا يعني هند. طب عايزين يا ولاد نقول هندي، هنعمل ايه؟ هنقول انديا برضو، هنضيف للكلمة
حرف واحد بس اللي هو ايه؟ ان. هنضيف للكلمة حرف ان، يبقى هندي بقى معناها ايه؟ انديان. انديان. طب خلينا ناخد الايه مثلا الجبان، اليابان. اليابان بدل يبقى زي الصين. الجبان، جبان يعني يابان. طب عايز اقول ياباني هنعمل ايه؟ بص هنعمل ايه، هنكتب الكلمة زي ما هي، هنضيف 3 حروف في الاخر اللي هي ايه يا اولاد؟ اي اس اي، زي تشاينيز كده، بقت جابانيز، ياباني. عايزين نجيب بدل مصر نجيب الجنسية من مصر، ايجيبت يعني مصر. طب عايز اقول مصري، هنقول ايجيبت برضو، هنضيف لها 3 حروف، 4 حروف، اي اي 3 حروف، اي اي ان، هتبقى ايه؟ ايجيبشن. ايجيبشن. طب انا عندي، لو انا عايز اجيب الجنسية من الكويت هعمل ايه يا ولاد؟ كويتي يعني الكويت. طب كويتي يعني ايه؟ عشان اقول كويتي هضيف الكلمة بس اخر في اخرها حرف الاي، خلاص بقت ايه؟ كويتي. شفت سهلة ازاي؟ ايه بعد كده يا ولاد هنسمع محادثة مع بعض. بولي listen to these students، استمع الى هؤلاء الطلاب، and complete the table below، واكمل الجدول في الاسفل.2.4 1 Hello, I'm Haruki. I live in Tokyo. It's a very big city. I'm from Japan. 2 I am Haruki. She lives in Tokyo. Haruki فين؟ عايشة في طوكيو. وفين؟ يبقى عايزين نقول اسمها، اسمها هاروكي. يبقى اسمها هنا ناخد البنت دي اسمها ايه؟ هاروكي. بلدها فين؟ كونتري يعني البلد، بلدها جابان، اليابان. طب تعالوا نشوف نمبر 2. Hi, my name is Reem. I live in Kuwait City. I'm from Kuwait. لا يا ولادي هروكي هتبقى دي، عشان لان البنت دي شكلها كويتيه، فانا هناخد هنا دي موجوده في يابان. البنت دي اسمها ايه بقى؟ قالت اي ام ريم، انا ريم، اسمي ريم، اسمها ريم. قالت شي اي ليف ان كويت، كويت سيتي، يبقى الكونتري البلد بتاعتها الايه؟ الكويت. خلاص بعد كده 3 Hello, I'm Carlos. I'm Spanish. I live in a small town near Barcelona in Spain. I'm Carlos. ده اسمه كارلوس. وعايش في سبين، في اسبانيا. اسم البلد يا ولاد دايما بيبتدي بحرف كابيتال. ماشي؟ 4 Hi. My name is Anna. I live in Rio de Janeiro. I'm from Brazil. طبعا يا ولاد هاروكي هيبقى ده. هاروكي طلع ولد، للأسف هاروكي ولد. عايش فين؟ في اليابان. شوف شكله ياباني ازاي. ايه دي اسمها بقى؟ انا اسمها انا، وعايشة فين؟ برازيل، عايشة في البرازيل. كارلوس ده سوري سبين، اسبانيا. خلاص ده كده بالنسبة للتمرين ده. طيب بعد كده speaking هنمم مهارة التحدث عندنا.
Talking about nationalities, التحدث عن الجنسيات. Role play, يكون بالأدوار. Take turns in asking and answering three questions. وتبادلوا الأدوار جوه الفصل. بيسألوا ويجاوبوا على هذه الأسئلة. مثلا هيقوم الفهد وهيقوم علي. واحد هيقول له What's your name؟ التاني يقول له It's Haruki. Where are you from؟ من أين أنت؟ I am from Japan. So you are Japanese؟ لذلك أنت تكون ياباني؟ قال له Yes I am. مثلا هيقوم واحد اسمه فهد واحد اسمه علي. فهد بيسأل علي، علي هو من مصر، اسمه ايه؟ فهد هيقول له What's your name؟ علي هيقول له It is علي. Where are you from؟ علي هيقول له ايه؟ I am from Egypt، لأنه هو من مصر. هيقول له So you are Egyptian؟ يبقى انت مصري. هقول له Yes I am. خلاص اتدرب شوية على الحاجات دي. What's your name؟ Where are you from؟ So you are كذا. How can we show respect to people from other nationalities؟ زي نقدر احترام الناس من بلاد اخرى. طب by pronunciation، النطق. The B، the B and the P sounds، صوت ال B وصوت ال P. Listen and underline the B and the P sounds. استمع وحط خط تحت الحرف صوت ال B وصوت ال P. Two point five. One. Brother. يبقى نحط خط تحت البي صوت البي اهو. Two. Mobile. Three. فين صوت البي هنا؟ موب اهو. موبايل. Sport. هنا ايه؟ sport. يبقى هي دي البي اهي. 4. Number. 4. Number. او 5. Play. 5. Play up will be a 6 people. 6 people. Obitania. Hello, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.